اول مره غادي ندير فيديو وغادي نلوحو، غادي ندير فيديو اخر بحالو بالدارجه للناس اللي ما كيهضروش باللغه الانجليزيه، والناس اللي في حياتي اللي ما كيهضروش باللغه الانجليزيه، حيت هادشي كيقول لك الخير في المقربين اولى. الفيديو اللي درت اليوم وجاتني على الفكره ديال نديرو بالدارجه، هضرت فيه على واحد النوع ديال الناس، واحد الناس ديال النوع ديال الناس اللي محطمين وصل به العدم، كيف ما كنقولوا بالدارجه، وصل به العدم وساكت كفايق في الصباح كل نهار بضحك وجهه مبشور، كيخرج تيخدم على فلوس، يا اما باش يهز راسو يا اما باش يهز عائلته، ما كيتشكى على حد ما حتى شي حاجه، تيدير خدمته وتيرجع لدارو وصافي. بعد المرات هاد النوع اللي درت الفيديو على قبله، هاد النوع ديال هاد الناس بعد المرات تترجع للدار كيلقى راسو جالس فوق واحد الكرسي بوحدو كيخمم فكاع الحوايج السلبيين اللي دار هذاك النهار، ولا اللي دار في حياته كامله، ولا التصرفات اللي فيه اللي قدروا يكونوا هما اللي وصلوه لهذيك الحاله اللي راه هو دابا فيها، انه محطم نفسيا. كتلقاه جالس مع راسو كيفكر في كاع الشيء السلبي وكيحاول يفسر كاع داكشي اللي في حياته، وكيحاول يفهم اينا التصرفات ديالو ولا شي حوايج اللي دار في حياته اللي وصلوه لهذيك الحاله. الحاجه اللي بغيت نقولها للناس هي بارك، حبس، وقف، ستوب، في بلاصه ما تجلس مع راسك بتفكر بكاع هادشي السلبي وتبقى بحال كضرب في راسك نفسيا. علاش اللي ما تفكرش في الحوايج الزوينين؟ يا الحوايج الزوينين اللي درتيهم هذاك النهار، ولا الحوايج الزوينين اللي ديما كدير، ولا ما قدرتيش تفكر اي حاجه زوينه تديرها، حاول غير تفكر داكشي الزوين اللي كيقولوه الناس فيك ولا اللي كيقولوه ليك، حاول تفكر هادشي وغادي تشوف كيف الحياه ديالك غادي تبدا تبدل. وقول راسك انا انسان مزيان، انا عايش حياتي مزيان، واحد النهار غادي نكون فرحان، ودابا راني غادي مزيان الحمد.